يا منفوس وقلوب عاشت بتدور على حاجة تشبعها، يا مناس جات وراحت ما اختبرتش ان في حد حبها الحب ده كله، لكن انت في امانتك وفي نعمتك يا رب مادد ايديك للكل، وفي قلبك وفي صلاحك مش عايز حد يهلك، لكن الكل يقبل، الى حياه تتغير، الى سكه تتبدل، والى طريق جديد في شخص يسوع المسيح. شكرك لأنك لغاية اللحظة دي حبك زي النهر المتدفق، ما بيقفش ما بيقفش. أنا بصلي في اسمك مهما علينا أسوارنا، مهما حطينا سدودنا، تعال النهاردة فيض واخترقنا يا رب، عدي حواجزنا، عدي أفكارنا، عدي السواتر والموانع اللي ورثناها، اللي حطها لنا غيرنا واللي اخترناها إحنا بإيدينا يا رب. أنا بصلي في اسمك يا سيد، شلال من نهرك يا رب، سيول من محبتك يا سيد، تيجي تفتقدنا في هذه الأيام يا رب، تغطي كل الأرض. مكتوب يا رب إنه حيجي يوم معرفة مجدك حتغطي كل الأرض كما تغطي المياه البحر. عطشانين إلى هذه الأيام يا رب، عطشانين يا رب تورينا لمحة من مجدك اللي يغطي كل الأرض يا رب، يجي يغطي حياتنا، يجي ورينا في عمل نعمتك يا رب قيمة ومعنى الحياة اللي فيك، اللي بتبدلنا وتغيرنا عشان نكون أداة نفعة بين إيديك. اقبل شكر قلبي وشكر قلب كل واحد جاي النهاردة طلبك وعايزك، وبيقولك بودانه هو يسمعك هو ده حبي ليك يا رب، أنا مصدقك، أنا مآمن فيك يا رب. رس كلمتك جوه قلوبنا، حقك النهارده يفتح عينينا ويرجعنا للأصل اللي انت بيه خلقتنا، في اسم المسيح يسوع امين. هللويا، اهلا بكم جميعا. النهارده عندي اعلاننا اللي احنا هنقوله أعتقد محفوظ لينا، بس محتاجين نحطه قدامنا الأسبوع ده بصورة خاصة جدا جدا جدا، وصلي إن ربنا يكشف لينا كمان من كلمته النهاردة إيه اللي عايز يقوله لينا، وهو بيوضح لينا هذه الكلمات. سفر التكوين أصحاح واحد، سفر التكوين الأصحاح الأول، تكوين أصحاح واحد عدد 27 و 28. هقولها مرة وبعد كده مرة تاني هنقولها مع بعض كلنا بصوت عالي، وانت بتقولها لحد معاك حواليك أو بتقولها لي لما معكش حد. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. ممكن نقولها كلنا مع بعض أو تقولها لحد حواليك هذه الكلمات. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم ثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء
وعلى كل حيوان يدب على الأرض. أمين. صلي لأجل هذا الإعلان يكون جوه قلوبنا هذا الأسبوع. ومن هذا الإعلان من نفس الأصحاح حقرا الكلمات اللي ربنا هيكلمنا فيها النهاردة. تكوين أصحاح 2، تكوين أصحاح الثاني. وأخذ يهوي الإله آدم ووضعه، عدد 15، في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى يهوي الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال يهوي الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. وجبل يهوى الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع يهوي الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى يهوي الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكانا كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. هللويا. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة. احنا هنا في شرقنا الأوسط، خليني احكي لكم بس الحدوتة ليه قبل ما اقول كل سنة وانتم طيبين. اعتقد على ما اظن وافتكر في الخمسينات مصطفى أمين وعلي أمين كانوا كتاب صحفيين في مصر من عائلة سعد باشا زغلول. مش فاكر مين فيهم بالضبط، لكن يوم 21 مارس من كل سنة هو تغيير الفصول، عيد الربيع. عيد الربيع ينتهي فصل الخريف في 21 مارس يبتدي فصل الربيع، أحد أقسام السنة. فهم أخذوا يوم الاحتفال بالربيع وخلوه يوم الاحتفال بالأم، عيد الأم. وفي سنين متأخرة، لأن الأم رمزا للحب، فسموه أيضا غير الفالنتين، قبل الفالنتين والحاجات التقليعة دي، سموه عيد الحب. وبعد كده جماعة تاني دخلوا في القصة فسموه عيد الأسرة. لكن هو أساسا معمول بصورة خاصة جدا بيركز على الأم. وأنا موضوعي الليلة عنوانه إلى كل امرأة. إلى كل امرأة. إلى كل امرأة، من اللي لسه بترضع في حضن أمها لغاية تيتا وأم تيتا الكبيرة، من دي لغاية دي. كلمة الله ليها النهاردة إلى كل امرأة. كلام مش عن الأسرة النهاردة، ولا الكلام عن الزواج، ولا نصائح للمرأة، ولا للتربية. بعترف بالتضاع شديد، أنا مش متخصص في ولا حاجة من دولة، وأكافح وأجاهد إلى الآن. تقدروا تسألوا مراتي أني أكون زوج وأني أكون أب، فما عنديش كتير أن أنا أعلمه الحد ولا أدي مثاليات في شيء. لكن ببساطة شديدة، ببساطة شديدة، ربنا دعيني كمن استؤمن على كلمة الله أنه يجهز أكل وطبيخ يديه لشعب الرب، أن عندي النهاردة طبخة تحكي عن الأم. هي مين في قلب ربنا؟ هي مين في قلب ربنا؟ بس هي مين؟ مخلوقة عشان إيه؟ ليه ربنا صنعها وأبدع وهو بيصنعها؟ إلى كل امرأة، إلى كل امرأة. أولا، من هي المرأة؟ من هي المرأة؟ مين هي المرأة؟
المرأة في مجتمعاتنا الشرقية سبب غواية، سبب فتنة. في مجتمعاتنا الشرقية في بعض المجتمعات بتغطيها من فوق لغاية تحت لأنها سبب مصايب. المرأة في مجتمعاتنا أيضا مستغلة، يساء استغلالها، سهلة المنال، مطحونة، مكسورة. النهاردة أكثر من أيام الرقيق الأسود اللي عاش فيه الأفارقة في سنين وفي أجيال فاتت، النهاردة عندنا أكبر عصر فيه حاجة اسمها الرقيق الأبيض. وهذا الرقيق الأبيض اللي فيه استخدام المرأة من وهي طفلة 13-14 سنة إلى ما فوق، أنها تكون مستعملة ومستغلة جنسيا ونفسيا. ودي تجارة عظيمة جدا 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 وكبيرة جدا في كل العالم. أنا جاي النهاردة أحكي عن المرأة. المرأة اللي هي أمي وأختي ومراتي وبنتي. وأصلي من كل قلبي ربنا يديني نعمة أعرف أوصل الرسالة اللي على قلب الله لكل واحدة فيكم. من هي المرأة؟ نمرة واحد، هي صورة الله. وخلق الله، مش آدم، خد بالك الفرق ما بين التعبيرين. وخلق الله الإنسان على صورته. الإنسان مفرد، الإنسان مفرد، مفرد الإنسان الإنسان ليس لأنه الكلمة مذكرة، الإنسان معناها راجل، الإنسان معناها رجل وامرأة. لا تكون إنسانية بوجود غير بوجود رجل وامرأة. وخلق الله الإنسان، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا يتسلطون، تقول كلمة الله. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله. المرأة هي صورة انعكاس الله من وقت خلقتها، من قبل ما توجد مباركة. هلو، مباركة، مباركة، فيض بركة الله أنجب وأخرج هذه المرأة. الرجل بيعكس حاجة من الله، والمرأة بتعكس حاجة تاني من الله. القلب الناعم الحنون الطيب المتحنن الرحيم، ده انعكاس قلب الله، مش في راجل، في امرأة. ولا تستطيع أن ترى الله من هذه الزوايا وأكثر موجودة غير لو كنت ليك عيون وفهم وأحشاء امرأة، لأن ده اللي منقول ليها من صورة الله اللي أعطاها إياها. نمرة واحد، أنا عايزك تفهمي أنت على صورة الله. في العصر القبيح اللي احنا عايشين فيه، فعلا عصر قبيح، اللي بيقولك انك صورتك مش حلوة، وان ما عملتيش وما عملتيش وما عملتيش وما عملتيش وما عملتيش وما عملتيش، لن تكوني مقبولة لمن حولك. مهما طال بيك السنين، مهما كبرتي، مهما التجاعيد ملت وشك، مهما شعرك بقى أبيض، سبغتي ما سبغتهوش، انت على صورة الله وجميلة جدا. انت جميلة جدا لأنك على صورة الله. نمرة اتنين، هي مش بس على صورة الله، هي عطية الله للرجل. الله اللي فكر الأول، مش آدم اللي فكر. آدم ما جاش في ذهنه ولا يعرف يعني إيه، بس أعتقد آدم شاف إنه كل الحيوانات في ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. ما عرفش جه في باله ولا ما جاش في باله إنه يتساءل ليه أنا ما فيش حد من نوعي من الناحية التانية. في تصميم وقصد في قلب الله الآب إنه يخلق
يخلق الإنسان في فرق ما بين الاثنين، إنه ده رجل وده امرأة. تكوين 2 عدد 18 تقول كلمة الله اللي قريناها: ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. الكلمة هنا أنا ما أعتقدش في تفكيري الخاص، في تفكيري الخاص إن ربنا فكر في كده بعد ما آدم اتخلق. الله فكر في كده من قبل ما آدم يتخلق، عشان كده التركيبة الجسمانية بتاعت آدم تتلائم مع التركيبة الجسمانية اللي الله خلقها في امرأة علشان يكونوا هما الاثنين واحد. هي في ذهن الله من قبل آدم ما يفكر إنه ده يكون. معرفش الوقت اللي أخده آدم علشان يسمي كل الحيوانات والطيور وكل خليقة الله، يمكن شهور يمكن سنين، كتاب ما ذكرش، بس المدة طويلة جدا آدم كان لوحده. والله بيقول مش كويس إن آدم يكون لوحده، مش كويس أبدا، مش كويس. إنه مع أن الله رأى أن كل ما صنعه إذ هو حسن جدا، إلا دي شاف أنها مش كويسة. ليس أن يبقى وحيدا أكثر من كده، فقال أصنع له معينا نظيره. آدم أخواتي اللي في الأراضي المقدسة، آدم يعني تراب، آدم تراب تراب. المرأة ما اسمهاش آدم. كلمة الله بتقول أصنع له معينا نظيره. تعرف كلمة معين يعني إيه؟ بالعبري عزار، عزار يعني عوني، معيني. الرب معونتي، عارف يعني ايه؟ الرب عزاري، اللي هو لقب المرأة. وأول شيء هي معين عزار. معين يعني حد بيسند، حد بيقوم، حد بيشدد. المعين على الدوام مش سنيد، المعين عنده من القدرة إنه يعين من هو في حاجة للمعونة، إنه في احتياج. الله خلق وهو بيخلق هذه المرأة إنها قادرة وتستطيع أن تعين هذا الرجل، مش بس تكون مراته، تحتويه وأيضا تأتي به إلى العالم. دي العطية اللي ربنا اداها لها، إنها عطية لأجل الرجل هو ده. تقول كلمة الله اللي قريناها إنه ألقى الله على آدم سبات. الله خلق آدم من تراب، صنعه شكله زي الفخاري كده، ما يصنع من تراب ونفخ فيه فأقامه. لما جه يصنع المرأة عمل حاجة تانية مختلف. أنا كنت يعني بفتكر زي أي واحد، ما طالما الإنسان بيتصنع من تراب خلاص، فالله ياخد شوية تراب تانيين وينفخ فيهم ويجيب امرأة، عمل حاجة تانية مختلفة. الرجل مصنوع من تراب، الله ألقى السبات على آدم، حط إيده جوه لحمه، أخذ ضلع من ضلوعه، ومن هذا الضلع تقول كلمة الله بنى. بنى بنى أن هناك إبداع في التصميم. طبعا الله مبدع في كل شيء، لكن هناك إبداع في تصميم هذا المخلوق أو هذا الكائن، أنه الله بناها. ولما بناه ليه ألقى عليه صوبات؟ نمرة واحد، ما تحسش بالألم وأنا باخدها منك. نمرة اثنين، ما تتدخلش وأنا بصنعها، أنا أصنعها على كيفي. أنا أصنعها على كيفي أنا. الله لما خلقك ما خدش رأي آدم رأيك إيه، ما سألهوش تحب يكون شكلها إيه واصنعها إزاي، ألقى عليها سبات. حاجة التالتة، ليه في سبات؟ أنا المسؤول عنها رغم إنها منك. واو واو واو. أنا المسؤول عنها رغم إنها منك. وكده بتقول كلمة الله، عايز تعرف فين أول عرس تم في التاريخ؟ اتفرج على آدم بعد ما فاق من النوم وقاعد بيفتح في عينه، والله جايب حواء
والملائكة واقفين وكل الخليقة بيسبحوا يهتفوا لأجل العطية اللي أحضرها الله الآب لآدم. واو. من إيدي أنا بدي لك العطية، من إيدي أنا بدي لك ما عندي. أمثال 8:22 تقول كلمة الله: من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من عند الرب. أنا راضي عليك، ولأني راضي عليك علامة رضاية، آدي عطيتي ليك. واو واو واو. أوعى تبص لنفسك مرزولة مرفوضة قد كده، أنت عطية الله للخليقة وللبشرية وللراجل اللي الرب استأمنه عليك. الحاجة اللي بتستوقفني هنا وهي عطية الله للراجل، إنها مصنوعة من عظم. الخشن، اكتب دي عشان ما تروحش منك، الخشن مصنوع من تراب والناعم مصنوع من عظم. واو 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 واو. عظم ليه مصنوعة من عظم؟ لأنها عذار. عذار يعني ايه؟ لابد انه يكون فيها قوة تحتملك وتحتويك وتقدر تسندك. عذار اللي بيعزي اللي بيسند. عارف عذار دي تلقب بيها او يلقب بيها مين؟ روح الله القدوس، الروح المعزي، الروح المعين الذي يعين ضعفتنا. هي دي عذار اللي الله صنعها وجبلها الى آدم. تقول كلمة الله تكوين 2:22: بنى الضلع. ربنا بنى مكان الضلع، حط مكانه لحم. مصنوعة من عظم. أقولك على حاجة، أنت مذهلة في التحمل، مذهلة في التحمل. الست لديها قدرة للعمل تحت الضغوط أكتر من الراجل بكتير 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 بكتير، مع احترامي للرجالة، في لو يعني احترامي للرجالة. أوكي. الرجل ما يحتملش إنه يشيل طفل 9 ساعات، ما عندوش هذه القدرة، لكن الأم تستطيع أنها تحمل بيبي 9 شهور كاملين. تقدر تقلي. هناك مقدرة بيلت إن، مخلوقة بيها، مصنوعة بيها، عطية من الله موجودة. كم من بيوت في شرق وغرب الأم توفت والبيت وقع، هو مش قادر يكمل، لازم يدور على عروسة، يدور على أم. ليه؟ لأنه ما يقدرش يشيل الشيلة دي، مش بتاعته الشيلة دي. هي دي، لو الراجل راح، لو الراجل مش موجود، لسه البيت مكمل، لسه الأولاد مكملين، لسه الحياة مستمرة. إيه دي؟ عذار. ميلي على اللي جنبك وقولي لها عذار 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 عذار. قادرة إنها تتحمل الضغوط إلى أقصى درجة. من هي المرأة على صورة الله؟ هي عطية الله للرجل، عطية الله للرجل. طيب، ثانيا، ما هو القصد الأصلي من وجود المرأة من خليقتها؟ نمرة واحد: تعكس مجد الله على صورته، على صورته. هي على صورته، هي على صورته، هي على صورته. وهي بتقوم بهذا الدور، دور المعين، دور المعزي، دور اللي بيعطي حياة لمن حوله. الرب بيقول عنها هذه الكلمات، إشعياء 66:13: كإنسان تعزيه. عذار هي نفس الكلمة، تعزيه أمه، هكذا أعزيكم أنا. عايز أقول لك على حاجة، أنت فيك صفات أبوك السماوي، موجودة جواك، موجودة في دخلك، موجودة في أعماقك، ربنا حطها فيك. ده امتياز أكيد ومسؤولية. أنا بعكس مجد الله. وانت واقفة تحطي ميك اب الصبحية أو ما تحطيش ميك اب وانت بتغسلي وشك، بصي لوشك وقول له أشكرك لأن أنا بعكس مجدك على الدوام يا رب. أوه، قالوا لي كل اللي قالوا لي، مش مهم يقولوا إيه، المهم إنه هو قال إنك بتعكسي مجده.
الحاجة التانية في القصد الإلهي من وجودها مخلوقة للألفة والصداقة والعشرة. شفت قعدة رجالة مع بعض؟ كلموش كلمتين، كلمتين ما فيش، ما عندناش ليه ما شغل وحاجة بي. هات أخوات يقعدوا مع بعض. واو واو والعشرة واللمسة والدفى والحنان والأكل ده مش شعوب، ده مش ثقافات، ده طبيعة. وطبيعة أوجدها الله وأبدعها إنها حطها فيها ليه؟ هي مخلوقة للألفة، للصداقة، للعشرة. ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع لي معين نظيره. هتعمل له راجل تاني؟ نو. هعمل له حد مش زيه، حد يعرف يئنس وحدته، حد يعرف يضمه، حد يتحنن عليه، حد يكون صاحبه، حد يلاقي معاه معشر رائع حلوة. أنت علاج لوحدة آدم اللي كان بيعامي منها. الراجل ممكن ينسى، ينسى حاجات كتير قوي. ألو؟ هي ما بتنساش حاجات كتير، ده كويس ووحش في نفس الوقت. كويس ووحش في نفس الوقت. بس التصميم بتاع الذاكرة انها تتذكر، لانه ده في تصميمها. التصميم بيقول ايه؟ إشعياء 49:15، التعجب، هل تنسى الام رضيعها؟ كان الله بيقول الام تنسى رضيعها؟ مش معقول. بيقول حتى هؤلاء ينسينا، اما انا فلا. لما شبه نفسه انه ما بينساش شعبه، عارف شبهه بمين؟ شبهه بيكي، شبهه بالمرأة، شبهه بالأم، دي اللي ما بتنساش رضيعها. ده الحضن اللي بيعوضنا عن حضن الأب. هلو؟ أول حاجة يلاقيها الطفل اللي كان موجود في رحم أم إن يرجع تاني يهدى ويطمن، فين؟ في حضن ماما. في حضن ماما في انعكاس للمكان اللي هو جه منه، إيه؟ انه كان في حضن الاب. انت انعكاس لده وصوره لده. ربنا اداك ده للالفه، للصداقه، للعشره، للتحنن، للمسه اللي بتاعك. تصدق اللي يعرفوه اللي ما يعرفوش ملوش دعوه بالاديان، ليه دعوه بخليقه الله اللي خلقهم ذكر وانثى، انه حط في المراه هذه الملكه، هذه النعمه، هذه العطيه اللي موجوده جواها للالفه والصداقه والعشره. نمره ثلاثه، ما تزعليش مني في اللي هقوله لك ده. مصنوعة لآدم. What؟ مصنوعة، أكرر كلامي مرة تانية، مصنوعة لآدم. هلو؟ هلو؟ يعني مصنوعة لآدم، هي مخلوقة ومصنوعة لأجل هذا الرجل. مش بس هذا الرجل، وكل ما ينتجه هذا الرجل. هي مش بتاعة شغل، آدم بتاع الشغل، آدم مسؤول عن الخليقة، آدم مسؤول عن التسمية، عن الفلاحة، عن الزراعة، عن السمك، عن الطيور، يديهم، ده دماغه هناك، دي دعوته هناك، دعوتها هي مش دول، دعوتها هي أنت واللي يجي منك، أنت واللي يخرج منك. القلب والعشرة والصداقة والتحنن والرحمة والحضن والدفى والرحم اللي موجودين فيها موجودين عشان تاني آدم بتاع مشروعات، تارجت يوصل ليه، هي people oriented، هي بتاعت ناس، بتاعت بشر. عشان كده تلاقيهم ناجحين قوي، إذا كانوا طبيبات، إن كانوا ممرضات، إن كانوا مدرسات، إن كانوا بيعكسوا حاجة فيها اهتمام بالناس وبالبشر، في اهتمام. الله حاطط فيهم هذا التصميم، لكن الله بيقول أنت مخلوقة لأجل هذا الأمر، أنت مخلوقة لبني آدم. خلينا أقولها بالطريقة دي، أنت مخلوقة لبني آدم، وجودك وكيانك والهدف اللي مصنوع علشانه علشان بني آدم. نمرة أربعة، من هي؟ في وجودها حياة، حياة، حياة. الرب ما سماش حواء، اللي سماها
آدم. تسميته تسمية نبوية أعلنت عن ما في قلب الله. قال هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. من امرئ يعني من إنسان، من كيانه، من وجوده. وأنا بدور على كلمة امرأة بالعبري، الكلمة الموجودة يديك حاجات كتيرة. يقولك مفيش ترجمة في الإنجليزي للكلمة الأصلية بتاعت العبري، مفيش ترجمة في الإنجليزي، مفيش، ما تديش معنى، مفيش معنى. مش وومن، مش امرأة، أوكي؟ ليه؟ لأن الكلمة العربي أقرب كتير جدا من امرئ وامرأة. لكن آدم لما دعاها قال هذه تدعى حواء. ليه؟ لأنها أم كل حي. وجودك في حياة، رضاك في رضا البيت كله، مقلوبة ومنرفزة ومكعكننة وحالة حداد وأسى وحزن ودمار وحاجات كتيرة حواليك. اللي أنا عايز أقوله لك ببساطة، ربنا دعيك عشان تحملي حياة. ربنا اداك، اوعي تصدقي اصلا انا بسبب اللي بيعدي عليا كل شهر، انتوا فاهميني طبعا، وبسبب مزاجي مش عارف ايه، وقالوا لك مش عارف ايه، اصلا الهرمونات بتعمل كذا. خليقه الله اللي خلقها وصنعها بايديه مليانه حياه، وروح الله القدوس اللي اداهولك واللي سكن فيك يعرف يشكل ويطلع منك افضل حياه لكل الناس اللي حواليك. انت مش مصنوعه للاحباط، انت مش مصنوعه للاكتئاب، انت مصنوعه عذار، انت مصنوعه للالفه، للمعونه، للسنده، انت مصنوعه تدي حياه، تدي حياه، تدي حياه وتنتج حياه على الدوام. اوعي تستني حد يقول لك انت مين، اوعي تستني حد يقول لك انت مين، اوعي تدوري يمين وشمال حد يعرفك انت مين. كلمه الله بتعلمك انك انت حد فريد ومميز، والله اعطاها نعمه. انت ام ان كان عندك ولاد ولا ما عندكيش، الامومه اللي فيك معناها وجودي بينبت حياه منين ما يروح. برقه الله وعطفه وحنيته بيعملوها في البنوك مرات لما يكونوا القسم شغال فيه رجاله بس، كئيب كابه يا جدع. تعال حط فيه واحده ست تشتغل، الاسم كله انقلب، بقى فيه رقه وبقى فيه ذوق، فيه معامله وكلمه حلوه ونظره هنا وحاجه هنا. ليه؟ بيولد المود بيتغير، الاتموسفير بيتغير، عطيه ومسحه معطاها ليها من عند الرب. ثالثا، الصورة المشوهة بسبب الخطية، بسبب السقوط، اللعنة جات. شاطر إبليس، مش بقول لك كلمة عذار، اسمعني الله يخليك كويس، كلمة عذار. إبليس راح مش للأضعف، إبليس راح للي عنده قوة تأثير أكتر. الرجال هيقتلوني. انا فاكر مره من كام سنه، مش فاكر مره، مرايني يمكن تفتكر القصه دي، كنت خدت في الكنيسه سلسله كده ثلاث اسابيع قبل ما يطلع اليوتيوب والحاجات دي، اسمها الستات نعمه. بعض الرجاله في الكنيسه من بعد اول خدمه قالوا المنال، مش عارف ليه قالوا، ما قالوليش انا، اوكي، لو ابونا هيكمل في اللي هو فيه مش جايين الكنيسه. وفعلا ما جوش، فعلا ما جوش. ما هي فيها حاجات كتيره. انا مش بحكي، كان عندنا حد الله يمسيه بالخير هو في السماء دلوقتي، اخويا عصمت، كان بيقول احنا نحكي في البركه مش في قلتها، نحكي في البركه مش في ايه، فاحنا مش بنحكي في قله البركه، ما قله البركه عندي وعندها وعند ناس كتيره وفي كل حته، انا بحكي في البركه، انا بحكي في اللي ربنا صممه وصنعه وحطه. بسبب السقوط كل واحد لعن فيما دعي اليه. ادم لما لعن لم ينعن لذاته، لكن لعن في اللي هو عايش علشانه. ايه؟ ملعونه، ايوه، الارض بسببك، بعرق جبينك تاكل منها خبزك، تنتج لك شوكا وحسكا كل ايام حياتك. للمراه
ايه اللعنه اللي موجوده للمراه؟ تقول كلمه الله، اسمع اسمع، تكسيرا اكسر اتعاب حبلك بالوجع تلدين اولادا، والى رجلك، دي لعنه، ده مش بركه، يكون اشتياقك وهو يسود عليك. قبل السقوط ده ما كانش موجود، ده ما كانش موجود نظيره، على نفس الليفل، على نفس الشيء، على نفس العطية والبركة، وبالعكس عندها ما يزيد انها تشدد وتعطي. حصل تشوه بسبب الخطية في العصور القديمة ومتسجلة في كلمة الله. المرأة كانت درجة تانية، درجة تالتة، درجة رابعة. للراجل يحق لي ان يتجوز اثنين ثلاثة اربعة، الله يرحمه سليمان، الف واحدة، لكن تشترى، عشان كده يعرف كلمة المهر، المتاع، اخدها من ابوها فادفع قصادها بهذا. حد بيشترى وحد بيقدم لي شيء. مأساة مظلومة حتى من الدين، اللي يقرأ في العهد القديم، اللي يرى في أديان أخرى، المرأة مظلومة جدا جدا، آسف، سلعة من غير حقوق، من غير شيء. إلى هذه اللحظة في مجتمعنا المعاصر، أجر الست غير أجر الراجل. ألو؟ تشتغل أحسن منه، تشتغل أكتر منه، وأمينة عنه. ما تزعلوش من كلمة ياس، مراتي صورة متفجرة للأمومة والأنوثة، وأنا بشكر ربنا على كده. زي ما قلت لكم في البداية، الصورة المشوهة أنها سبب الغواية، الصورة المشوهة أنها سوري تتلقفها العيون، تكلها العيون، والذئاب والكلاب المستعرة دايماً حط العين عليها علشان تاكلها، بس لإشباع الرغبة، بس لإشباع النفس. محصورة في المتعة، ولو زادت شوية تبقى محصورة في الخلفة. في بعض الأماكن في دولنا العربية، لو غلطت ما يدوروش على الراجل، يدوروا عليها هي، يقتلوها. ليه؟ لأنها مستغلة بلا أمان. العبودية في العالم للمرأة أكتر من أي زمن فات في حياتنا. أقول لكم على حاجة تانية أنا لاحظتها. بقالنا سنين من الستينات في حاجة اسمها خمسينات، عصر تحرير المرأة والمطالبة بالمساواة. أقول لك على حاجة، اللي طلبوا بدولة أخذوا المرأة حطوها تلعب دور الراجل اللي هو مش دورها، اللي مش بتاعها، اللي مش فيها. ايوه حررها، لكن ما تدهاش الدور اللي بتاعه هو، اللي مفروض الست اللي بتربي، الست اللي بتدير، الست اللي بتقود. هي مش حابه لا تربي انها تدير ولا تقود. ليه؟ في واحد مسؤول عن كده يقوم بيها. لكن هي تعرف تدي الحنان، تعرف تدي الحب، تعرف تدي الالهام، عندها سنس بالحس من الخطر مش موجود عند الراجل، بتقدر تحس بيه. هيفضل الراجل راجل والست ست. مش الراجل راجل والست ست، يعني الراجل راجل لسي السيد، مش ده اللي قصدي عليه. هيفضل الراجل ليه دوره والست ليه دورها اللي الرب رسمه وادهولها انها تعيش بيه. في المسيح يسوع، تقول كلمة الله، ليس رجل او امرأة، الاتنين بقوا واحد تاني. دي الصورة اللي خلقها الله، الفداء رجعها مرة تاني، عالج التشوه اللي صنعته الخطية. ولما عالج التشوه، كلمة الله بتقول لما حب يجي إلى العالم دور على واحدة ست، وهو بيقول لعناته فوق الحية، قال هذه المرأة اللي هي لسه اتلعنت من دقيقة لأجل الغواية واللي حصل، قال نسل المرأة يسحق رأس الحية. ما قالش نسل الرجل، ما قالش نسل آدم وحواء، نسل مين؟ نسل المرأة يسحق رأس الحية. هو اختار لما يجي، يجي عن طريق امرأة. تقول كلمة الله في غلاطية، ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه، هللويا، أيوة، مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس. عند الصليب
مفيش غير راجل واحد موجود اسمه يوحنا، شاب صغير ما حدش يبص له اساسا، كل اللي موجودين ستات. لما قام من بين الاموات اختار ان اول واحده تشهد وتعرف تكون امراه، هو حررها واطلقها في يوم من الايام. رب يسوع الرجل الشرقي الشرقي الشرقي، عارفين مين اللي كان بيصرف عليه وعلى خدمته وحياته؟ ستات. ستات كانوا بيصرفوا عليه، وهو اللي سمح ليهم كن يخدمنه من أموالهن. رب يسوع رجعها مرة تاني، وقفها مرة تاني، اداها النعمة اللي مفروض تكون ليها اللي كانت ليها يوم ما هو خلقها وصنعها من تاني. أشكرك لأنك رجعت الصورة الجميلة للإنسان. بطرس الأولى 3:7، كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي الأضعف. الإناء النسائي بكلم على الجسد هنا، الأضعف، معطين إياهن كرامة كالوارثات معكم نعمة الحياة. اوعى تنسى يا راجل ايه، ان دي حواء، ايوه ام كل حي. لو عندك حياه هي ايضا وارثه نعمه الحياه ومعطيه حياه. كلامي على المراه مش بقول لها ماذا ينبغي ان تكوني واعملي وما تعمليش، انا قلت لكم في البدايه مش انا اللي اقول كده، ما عنديش ان انا اقول كده، لكن عايز اقول لك على حاجه. انا بقول لك الصوره اللي مرسومه ليكي عند ابوك السماوي شكلها ايه، واللي عايزك بيها النهارده، واللي عايزك تعيشيها وانت فرحانة فرحانة جدا 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 جدا. رابعا، كلمات أخيرة، كلمات أخيرة لكل امرأة. انت مفدية، انت الحياة، انت العون والسند. صدقي دعوة ربنا ليك، صدقي اللي حطه جوه حياتك واللي جابك بيه. دعوة بنتك عندها سنه وعايزه عروسه، هلو هلو، مش واخدين بالكم ولا ايه؟ بنت عندها سنه ولا سنتين، الميل الطبيعي بتاعها انها انا عايزه حد اهتم لي، انا عندي حياه، انا عندي حب، انا عندي حاجه اقدر اطلعها، مولوده بيها وجايه في داخل الاعماق. انت عطيه ونعمه لادم والنسل ادم كلهم، صدقيني انت عطيه ونعمه من يد الله. لكل راجل كبير ولا صغير، دي أمك أو أختك أو مراتك أو بنتك، ليها معنى للحياة. هي مش رخيصة، هي مش البيع والشراء، هي مش للغواية، لكن هي عطية وبركة ونعمة. تحاولش تغير فيها، ليه؟ لأنه من الأساس هو نيم آدم عشان يصنعها على صورته هو. كل ما عليك اقبل العطية، وهو اللي قادر زي ما بيغيرك يعرف يغير ويغير ويغير ويغير. أنا مسؤول عن تغييري بس قدام ربنا، لكن بعمل النعمة الله قادر إنه يدينا. أنا بصلي من قلبي ربنا يديك ويديني نعرف نشوف المرأة من عينيه هو، من عينيه هو. غالية، والحاجة الغالية تتصان في العين وتحمى من الشر والشرير. مبارك اسمك يا رب. نمرة 3، انت كريمة وغالية، انت كريمة وغالية، انت مش سلعة، انت مش رخيصة، انت مش ناقصة في شيء. كراجل بقولك كتر خيرك، انت الحياة، انت العون والسند. الحياه من غيرك ما تطقش، الحياه من غيرك صعبه قوي، رغم كل ما فيها من الم. يتريقوا مع بعض، ايه اللي زقك على البتاع ده؟ اللي زقك هو اللي زقني، ولا انت بايدك هتزق ابنك في يوم من الايام انه يعمله وانه يعيشه؟ ليه؟ لان الحياه من غيرها ليس ليها طعم. استحملتي وبتستحملي كتير. النهارده نفسي اعمل حاجه كراجل بالنيابه عن كل الرجاله، وانا بكلم كل امراه. عد علي هذا الموقف، مش هعمله طبعا بالحرف النهارده. سنه 95 كنت في كوريا بحضر مؤتمر كبير، مؤتمر عالمي،
وبعد كده نزلنا في سرداب الكنيسة اللي كنا بنحضر فيها، كان تقريبا 4000 حد موجود في المؤتمر ده، وكان الجماعة المتشفعين بتوع الصلاة 24 ساعة بيصلوا في المؤتمر ده. فأنا نزلت وكان معايا باستور جيري، كنا موجودين احنا الاثنين. فوقف حد بيتكلم، كانوا بيصلوا لأجل المرأة في العالم. فالأخ اللي وقف يصلى قال: الستات اللي موجودين، أنا هطلب من كل راجل موجود لو في أخت بنت أم جنبك صلي واعتذر لها بالنيابة عن الراجل. فطبعا الدموع شغالة والكلينكس شغال فأنا التفت جنبي، كان في ست من أصل لبناني، أنا مش متذكر كويس كانت أمريكية ولا أسترالية، لكن كانت عايشة تقريبا في حدود 70 سنة. تلفيت حواليها وكده، ربنا مش عارف اعتذر لها عن ايه، انا اول مره اشوف الست، يعني اقول لها ايه؟ انا اسف اني جيت، يعني انا ايه كده؟ قلت يا روح الله اديني. ما اعرفش انا خدت قد ايه من وقت، والروح القدس شايف هذه المراه من ساعه ما كانت طفله، من وهي بتستغل، من وهي بتغتصب، من وهي بتداس، من وهي بتتظلم، من وهي من وهي من وهي من وهي متجوزة، ومن هي متروكة، وان هي متخانة، وان هي وان هي وان هي وان هي عندها أولاد، وولادها مشغولين، ولادها مش معاها، ولادها في حتة تانية. والله بيقول لها: انتي غالية في عينيا، انا مش ناسي ولا حاجة من اللي انتي عملتيها. وانا وقفت قدامها بقول لها: بالنيابة عن كل الرجالة دول اللي عدوا في حياتك، ممكن تقبل اعتذاري؟ سامحيني 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 كراجل، انا اسف، سامحيني اني اذيتك، سامحيني ما قدرتكيش، سامحيني ما اديتكيش اللي كنت تستاهليه، سامحيني اني ما حمدتكيش وصلتك في حدقه عيني، لانك حد غالي ولانك عطيه من عند الله. بعد ما خلصنا صلاه والست دي حضناني وبتطبطب تقول لي: أشكر ربنا، أشكرك يا ابني، بعد كل السنين دي ربنا بعت راجل يشفيني من خلاله، كتر خيرك. هللويا. أنا عايز أقول لكل امرأة: أبوك بيحبك، أبوك بيحبك، أنت موجودة هنا عشان تعملي فرق، أنت موجودة هنا عشان ليكي تأثير، مهما كان الظلم والأسية والجرح والألم إن كان من المجتمع وإن كان من الناس وإن كان من الدين. أنا جاي النهاردة واقف بعتذر لك كراجل، أعتذر لك كأب، أعتذر لك كابن، أقول لك: سامحيني يا أمي، سامحيني يا مراتي، سامحيني يا بنتي، سامحيني يا أختي، سامحيني، سامحيني ما قدرتكيش زي ما ربنا عايز يقدرك، ولا شفت الغلاوة اللي ليك عند الرب، ده ربنا ادهالك عشان تكوني أم، عشان تكوني بتدي حياة. في كل التاريخ مين أكتر ناس اتشفعوا؟ مين أكتر ناس صاموا؟ مين أكتر ناس وقفوا قدام الله؟ هي اللي تعرف تقف، هي اللي تعرف تحبل، هي اللي تعرف تتمخض وتستنى لغاية ما تشوف مواعيد الله. اوعي تتراجعي عن المواعيد، اوعي تتنزلي عن صلواتك قدام الله لأنها غالية وعزيزة. ليه؟ لأنك عذار زي الروح القدس بالضبط، قادر أن يعين الضعف ويسند ويشوف ويعضد لغاية ما تشوفي خلاص الله اللي صانع أمر جديد. هللويا. منال بالنيابة عن كل امرأة، اسمحي لي أن أنا أقدم لك هذا الورد. ياس. Thank you so much. شكرك. أنا واقف بعتذر كراجل، ومنال بتستلم بالنيابة عن كل أم، عن كل ست، عن كل امرأة موجودة. مبارك شخصك يا رب. ينفع تغمض عينك، ينفع تغمض عينك النهاردة. هللويا. عندها كتير أكيد، في حاجات كتيرة أكيد، عندها مشاكلها ونقصتها وضعفاتها أكيد، بس برضو بقول لك أنا بتكلم في البركة مش في قلتها. زي ما احنا عندنا بركات كتيرة ونعم كتيرة، عندنا نقائص وعيوب كتيرة، لكن اليوم بنحتفل بنقول للرب: أشكرك، أشكرك، ودينا النهاردة يا رب.
ادينا النهاردة في وسط بلاد كتيرة ما بيحكوا عن التحرش وألام التحرش ومشاكل التحرش، ادينا كمجتمع، ادينا كفئة أنت خلقتها وصنعتها نعرف نقدر يعني إيه امرأة يا رب، نعرف قد إيه نصونها ونحميها لأنها غالية وعطية من بين إيديك. مبارك اسمك الحي يا رب، مبارك اسمك الحي. هللويا هللويا. أنا جاي النهاردة نفسي كل واحدة، كل واحد فينا جاي يرجع للرب من تاني اللي خلقني وخلقك على صورته لهدف وغرض، وبقول له يلي أمامك حياتي، أنا جاي أرتاح على صدرك من تاني يا رب، أنا جاي أستريح فيك، أخد قيمتي منك وأشوف نفسي من عينيك أنت بتعمل معايا إيه. هللويا هللويا. يلي أمامك حياتي من قبل تكويني، مكشوفة ليك يا جبلني أيامي وسنيني. يلي أمامك حياتي من قبل تكويني، مكشوفة ليك يا جبلني أيامي وسنيني. برتاح على صدرة بطباعي وصفاتي، ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي. عديت عظامي وعرفني بطباعي وصفاتي، ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي. برتاح على صدرة واتدفى بالحنان ترويني من مهرة، راحة وفرحة وأمان. برتاح على صدرة الحنان ترويني من نهرات، راحة وفرحة وأمان. عديت عظامي انت عارف، وعرفني بطباعي وصفاتي. شكرا للي خلقته، شكرا للي أبدعته معي وأصغر تفاصيل حياتي. عديت عظامي وعرفني بطباعي وصفاتي، ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي. برتاح على صدرة بالحنان ترويني من نهرة، راحة وفرحة وأمان. برتاح على صدرك واتدفى بالحنان ترويني من نهرة، راحة وفرحة. عديت عظامي وعرفني، عرفني عرفني كامرأة، صفاتي اللي انت خلقتها
بضحكي ودمعي كل اللي فيا. اشكرك لانك قابلني زي ما انا. اشكرك لانك هتستخدمني زي ما انا. حتى لو ما حدش قدر انا هاخد ثقتي منك لانك انت مقدر. لان دي الطريقه اللي انت صنعتني بيها يا رب. يا رب انا جاي من قلبي النهارده مع كل حد جايين النهارده يا رب. ايوه العالم محتاج الى اب اكيد. والعالم محتاج الى امراه فاهمه دورها، عارفه هي مين، عارفه الدعوه اللي انت دعيتها، عارفه الصوره اللي هي متشكله عليها، عارفه اللي هي مولوده بيه من قدره ونعمه وحياه وتعضيد وتشكيع وتعزيه انها تعمل فرق وتصنع جيل. انا ببارك اسمك، انا جاي اشكرك النهارده يا رب. انا بصلي واحنا بنكسر خبز وبناخد من الكاس ليكن عهد جديد جوه كل قلب يا رب، جوه كل قلب امراه ايا كان سنها وعمرها يا رب. اشفي وجع السنين والايام يا رب، اشفي الحزن والاسى، التحقير والتصغير، الاحساس بالخزي والعار من الصغر علشان شكلها وجسدها، الخوف اللي تربى جواها من الراجل وهي لسه طفله، الراجل اللي مفروض يكون غطى عين وسنده وحمايه. سامحنا النهارده يا رب. جايين قدامك بنتوب، جايين قدامك بنقبل من ايدك لمسه شفاك يا رب. تعال النهارده في المسيح يسوع مكتوب لا يهودي ولا يوناني، لا بربري ولا سكيسي، لا رجل ولا امراه، الكل واحد فيك يا رب. تعال النهارده عرفنا وادينا نعمه كل واحد مننا يفهم هو مين، يعرف الدور اللي عايش علشانه. ساعدنا نكرم، ساعدنا نبارك. أنا بصلي في اسمك يا رب في هذه المناسبة، في هذا العيد، صلي أن كلمتك تكون سبب شفاء وبركة لكل امرأة يا رب. أنت اللي بعت لها بوكيه الورد يا رب، أنت اللي بعت لها من قلبك بوكيه ورد بيقول لها أنا اللي صممتك وخلقتك، أنا بحبك. شكرك لأن كل واحدة فيهم يا رب ليها مكان جوا قلبك، ليها هدف وخطة عندك يا رب. صلي من كل قلب النهاردة تنفتح العيون، دمك يجي يبرق ويشفي بالكامل يا رب. وبارك اسمك. شكر يسوع وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. ادينا كلنا يا رب، لكن بخص النهاردة كل امرأة يا رب تعرف ترتاح على صدرك، تتدفى بالحنان اللي هي أخذت منه جزء لكن ترجع للأصل، تتملي منك من تاني يا رب، تتملي من حبك، من غفرانك، من قوة الحياة اللي موجودة فيك، تنبع فيها حياة. فكر كل امرأة أنها حواء يا رب، أم كل حي، هديها نعمة تتكلم بالحياة، هديها تفكر بالحياة، هديها تمد إيديها بالحياة يا رب، وهي عارفة إنها موجودة عشان تثمر وتنتج حياة. بنبارك اسمك يا رب. دم يسوع المسفوك علشاننا كلنا، نشرب منه جميعا. بتقول الكلمة وباركهم الله. بقول لكل امرأة انت مباركة، بقول لكل راجل انت مبارك. احنا مباركين من العلي اللي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. ليه كل المجد. امين.